ايران. اذا الكرة عند لون المصري. الكرة الرابعة بعد هذه الكرة. لون المصري. لون المصري، لون المصري وخلاص. وانتهت الحكاية لمصلحة منتخب إيران. المنتخب الإيراني يتأهل إلى أمم آسيا على حساب منتخب النشميات. هم جرونا بكل صراحة، جرونا لركلات الجزاء. نعم المنتخب الإيراني يتأهل إلى أمم آسيا على حساب منتخبنا الوطني. كنا الأفضل، كنا الأقرب، لكن بالنهاية هي حال كرة القدم. جرنا المنتخب الإيراني لركلات الجزاء. هارد لك لنشمياتنا، مبروك لمنتخب إيران. ولا نعود بكم إلى استديوهاتنا في التلفزيون الأردني، وإلى الزميل أمجد الفقها ولضيفي الكريم الحديث أكثر وأكثر عن ركلات الترجيح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.